كلمة اللي هي معناتها ديما معناتها اهتمام المواطن التونسي، وديما تبقى موضوع الساعة وليت كابوس خاصة للرجل التونسي، وهي النفقة. من وقتاش وانت تدفع في النفقة؟ النفقة هذه والله موجودة من قبل. هي النفقة هذه ماذا ايش عندك وانت تدفع في النفقة؟ والله تو عندي عام تو عندي 3 شهور ما دفعتهاش. سنفت الحكم قاعدين نستنوا في الاستئناف حتى يخرج، يا تقعد لها في 150 يا تطلع تولي 200,000. ويعني انت قايم بالواجب قاعد تدفع فيها النفقه، ما خايف من الحبس؟ كل تبع يعني انت تدفع خايف من الحبس، مش خاطر يلزمك تدفع؟ خايف من الحبس ما فماش نمشي يبقى عيان. مرتي وهي اللي كانت سبب في الطلاق، ما كنتش انا والله. كنت جيت في سيدي والله نقوله، جيت نعمل في نشرب نقوله، ما عندي شيء. نصلي الحمد لله والشكر ربي، عندي كان باكو الدخان. إيه؟ باش نحكي شويه على معناتها حياتك الخاصه، كان ممكن اليوم معناتها الاطلاق صار بعد قداش من عام زواج؟ والله طلقتها مرتين انا. طلقتها 2000 بحال ما نعرفش 2001 ولا 2002، ورجعتها 2016. قلت حتى منها ولا غلطت هي ما عندها شيء بنت الناس. يعطيك الصحه. انا رجع الاولاد وكل شيء ونعيشوا كلها مع بعضنا. شنو عمرها هي وش عمري انا؟ مازال كي رجعت هي ما رجعتش على الصفا. 2016 رجعت ريت الحكي لي طلقت عليه واش نعمل بيه بالتالي. خلي بالحكم الحاكم خليه يحكم، يعني نعيش لي الشهرين كله ونحب نعيش برنس هكاو برا خذها. يعني ما تفهمتوش، ما نجمتوش تفهموا بعد ما نجمناش بالنسبه لها هي ما نجمناش نعيشوا مع بعض. سامحني، ايش هي الاسباب؟ هل انه الاسباب اذا ممكن مربوطه بظروف الحياه، مربوطه بمشاكل الحياه معناتها مع الحياه انا وياها 40 سنه معرسين 40 سنه ما حكايه فارغه، عبارة إنسان مع واحد هو صاحبه يحكي مع صاحبه، كي يمشي معاه يحكي معاه بحقيقة، هي ماشي صافية معايا، خطيها كل حساب باش ما نكذبوش على الناس، ما نقولوش أنا طلقتها، لا لا، عاقلة زوالية ما عندها شيء إلا ناوياها. ناوياها مش نكون معناتها ما تفهمتوش ما تفهمنيش. المشاكل نتاع الحياة وظروف الحياة، الأسعار، الغلاء، الستريس، برشا حاجات عندها دخل في علاقتكم، إنها كانت سبب في علاقتكم ولا لا؟ لا بالنسبة لي أنا خطيتني، حكاية الغلاء هذه ولا خطيتني؟ يعني مشاكل داخلية وبرا، كل المصروف نتاع البرا والحكاية هذيك خطيتني، ما يهمنيش فيها هذيك، فهمت؟ أنا شنو يعطيني نعيش أنا ومرتي بالقدر، قدرني ونقدرها، تحكي معايا نفهمها وتفهمني، يزي ما حشديش بالغلاء ولا بحاجة أخرى، هذيك حاجة فارغة. نحب يعني بعد 40 عام سبحان الله، بعد 40 عام او تو متفاهد خير من معاه بصراحه، ما نكذبش عليك. نحن نخدم، كنت نخدم تراتيب، معناها كي ما نمشيش ما نجمش نمشي للاداره، ما تقول يا اخي كل يوم تحجم، كل يوم تلبس كومبلي وكرافات وبصر شنو يا بنت يا اخي دبري عليا انت. لا لا ما تحبكش انيق؟ لا ما تغير علي يا ليت هي تغير تغير علي، جيبي الحق كي تغير علي كوني معايا. علاش يا اخي تغير عليه بفمك وقلب هارب؟ ما تجيش عندكم ابناء؟ ثلاثة. كي ثلاثة كي ما فهمتهمش كيف يجوا، الزبنيات وليد. ربي يفضلهم. يعيشك وربي يفضل صحتك. باهي دونك معناتها أنت قداش عندك وأنت تدفع في النفقة؟ قداش من عام ولا عام ندفع في النفقة وتوصلهم تحتي توا. توا عندي 3 شهور ما دفعتش، خاطر هي سنفت الحكم، اليوم يخرج الحكم. حكم شنو؟ نتاع الاستئناف، مسنفة قلت لهم شوية عليا الفلوس. تحب تحب الزيادة، فهمتي؟ تحب الزيادة حكيتها فارغة. والأبناء كبروا نورمال مو كبار؟ دريهم دريهم معرسين، ما عنديش حتى قلق معناها من... فهمتي؟ قداش عمرك سامع؟ 68. 68 باهي. نسألوك تحب تعاود حياتك مرة أخرى لو جاتك فرصة ولا سي بون باب وسكر؟ لا كان جاني فرصة ونلقى بنت حليل علاش لا؟ تاكل تشرب في دارها تقعد، يا ما نحبش المرة اللي تخدم خلاص. ما طريقتك كانت في الدار؟ لا مش تخرج ان شاء الله، ان شاء الله كان خرجها الحاكم وخرجها، ما خرجهاش الدار كبيرة نعطيها دار. يعني انت عندك دار ملك وامورك والملك الرب. تتزوج على بنت الحلال؟ كان لقينا بنت حلال لقينا، ما لقيناش مش لازم خلاص، الواحد يقعد يعيش هكا برنس خير. شعفه وتوبه من تجربه. اخي الواحد يذبح زيد يعاون ما تجيش. الحريه باهيه. الحريه باهيه. توا هاني نبيت في الشارع، نبيت الحمد لله نبيت في الشارع على مارك شوارع على شيء. قلقت اني هبطت لتونس ما كانش نروح للدار. ما عادش المسؤولية تنحت من المخ. كان عندي 100 ما يهمني فيها، كان عندي 50 ما يهمني فيها، كان ما عنديش. فهمت عادي، قبل عندي عائلة ماذا بيا، عندي 50 نزيد 50 أخرى باش في جيب، باش مرتي غدوة كي تطلب تلقى الفلوس. باهي
خلينا نسلوك ام اخير قبل وانت تعيش في عائله اصغار معناتها ابنائك المدام والا تو وحدك؟ والله بالنسبه لوليداتي ما ضابين عيش معاه حق نتاع ربي اولادي هذوك لليوم الغدو مش استغفر الله العظيم يا رب غير شنية انا ما ضابين عيش مع وليداتي مع اولاد ولدي فهمتي غير انا والمراه ما نتفاهموش تمشي على روحها فهمتي فهمتي ما ضابين عيش مع وليداتي خير ما ضابين لو كنا وليداتي ماكله واحد ولا معون واحد هي المراه مشي باهي معايا خلاص هي ما باهي معايا الحق نتاع ربي وانا ما باهي معاها مش نصافين مع بعضنا فهمتي الحق نتاع ما تفهمنيش خاطر خذاها الشاي بيرحمه قبل ما برا قلت لها ربي ينوب علينا وعليك انت يا ربي يعني مش علاقه عن حب كان لا لا ما فماش بل كلها هكاك ماخذه تقليديه قبل سامحني اخي قبل ما صحيح ما فماش تو كي جيت نخمم نلقى شبابها ومشى معاها وقعد تحب تشوف حشاك تكذب عليها ولا تكذب عليه ولا صحيح قبلنا احنا لا مك خذينا هكاك كوني انت لابس عليك تاكلي وتشربي الدار تلفزه في الدار ذوق في الدار ماك في الدار تسهري الماضي ساعه نتاع الليل تفزي تسلي الصبح على 11 ما يجيش لا عموما اليوم شنو هي مواصفاتك للزوجه الثانيه كان سهل لك فيها ربي شكون شنو تحب يكون متوفر فيها بنت الحلال هذه؟ والله نكون بنت حلال وتكون تفهم الراجل شنو هي اللي تفهم الراجل؟ تفهم كلامه وشنو معناها ويفهمها هي كي يحكوا معناها يقعدوا حتى في الليل ويسهروا يحكوا مع بعضهم يفهموا بعضهم شنو هي؟ تو كي تحكي معايا وما نفهمكش ولا انا نحكي معاك وانت ما تفهمينيش شنو هي الحكايه؟ ما فهم شيء نحن ما تفهمنيش خلاص حتى على الفطور كي مش طيب الفطور لا نشاورها لا تشاورني كل حد يملس على روحه نحكيو في المستقبل لو الماضي مش على ليه مش على روحه انا كي نلقى بنت حليل معناها وتعرف قيمه الرجل شنيه وانا نعرف قيمه المراه شنيه نهزها وتهزني نهار تو ماشيين الكبر مش ماشيين للصغر كي تخمم هي تقول لك لا غدوه الرجل هذاك جابني لازم نقوم به كي يكبر وهو يقوم بيا كي نكبر نقوموا ببعضنا كي ما نتفق ها مال يسر لبعضنا باش نهزوا بعضنا فهمتي هو ربي سبحانه هز السماء بالارض الا بالحق هز السماء على الارض الا بالحق اذا كان مش نكذبوا على بعضنا حشيت ما تجيش وشنو علاش تعيشي معايا ولا نعيش معاك ما نعيشوش مع بعضنا علاه نكذب عليك ولا تكذب علي ما تجيش هذه خلاص انا كي قلت انت تعيش مع اولادك انا مضبيه اولادي راهو على قلبي وما عنديش مزيه عليهم حتى كي ياكلوا ويشربوا يهزوا لي فلوسي اولادي ما لهم من اولادي لليوم الغدو اولادي علاقتك بيهم نورمالمون طيبه عادي اولادي نحبهم عندي وليد واحد نخزر ليه ولا لربي وليد بركه البنات هذوك مخذوع زوز بنات وليد فهمتي والاخرى هي معايا لتو في الدار عادي عمرها 37 سنه قدر هي ترجع امها مش انا نرجع هم نسيفهم وبعضهم قدر هي ترجع امها تحس انه العائله تشتتكم ليش سي ساهل بالضبط ما عادش كل حد اللي يدخل ماضي ساعه نتاع الليل ما عادش وعندي وليداتي متربين الحق نتاع ربي خاتم كل حساب تمشي تخدم الطفله عمرها 37 سنه ولا يجيبوا عليها حتى كلمه خطيتها كالبيعات خطيها كل شيء عندي بنتي الكبيره ثاني كيف كيف عندي ولدي ما عندهمش الحق نتاع ربي ما عندهمش حد شيء يخدموا ارواحهم قايمين برواحهم يخلطوا مع الناس لا يقسموا مع الناس غير نشني الحكايه نومهم برك نومهم ما مش نصافين وشكرا وبارك الله فيكم وكم والنفقه عموما يعني بالنسبه لك انت معناتها شفنا برشا رجال توانسه يقولوا معناتها فاش قام النفقه فاش قام معناتها العقوبه السجنيه نورمالمون هي بالحق تو برشا الحبس في الحبس انا تربطت 15 يوم على النفقه تربطت 15 يوم ومخلصها النفقه شويه الورق نتاعي يضاعوا لقيت كانوا نسخها هي مش مشكله خرجت مدير الحبس هو اللي خرجني ساعتها خرجت على روحي برشا ناس على النفقة ذي في الحبس برشا تو خير بالله 3 ملايين ولا الزملين مين مجيب ذل زوالي بالله منين مجيبهم هاتي تو انا عندي اكل 500 الف عطيها لي الحاكم او الاخر نلقى منين نخلص هكا ولا ولي ما عندوش خلاص منين مش يجيبهم يعني السجن ماهوش حل ما ثمش مش حل خلاص اه وقتاش يعطي النفقة هذية لكن عنده وليد صغار هذوك يعطيهم لولاده مش حتى للمرأة يعطيهم لوليداته باش يقوموا به ما عندوش ذري كل حد علاش الزاير تفهم ما تفهموش كل حد يمشي على روحه لا ثم لا نفقه ولا شيء ويزيد الحاكم يعطيها دار ويعطيها شهريه والله في الزاير انا في عنابه عشت في عنابه مش نقول لك شيء انا تونس انا تونس ما تجيش في الربوع نتاعي يعطيها دار ويعطيها نفقه ويبرع على روحه ثم رجال خاطر ما يتحملوش مسؤوليتهم سامح اه هذاك ما نحبش مسؤوليته ما ناخذش بنت الناس ما نجمش نقوم بمسؤوليه نتاع دار ما ناخذش بنت الناس علاه مطلوب بها حتى قدام ربي مطلوب بها صحيح ولا يا ناخذ بنت الناس نقوم بها
واللي برجع له روحك بنيت عمي ما ناخذهاش من المره الاولى، نقعد هكا مسيب وندور على روحي وانا حر.